وجد علماء عضوا دقيقا في جسم الإنسان، وهو عبارة عن تراكيب مسطحة ورقيقة وتتواجد في الجزء العلوي من العقد الليمفاوية. واكتشف العلماء من معهد هارفنز للدراسات الطبية في أستراليا في جسم الفأر والإنسان كائنات مجهرية غير معروفة من قبل، حيث تتشكل هذه التراكيب بشكل مؤقت وتشارك في عمل جهاز المناعة البشري بحسب ما نقلته صحيفة ساينس أليرت.